ليش أقول لك تسجيل؟ دوام كان مو دوام ضمير. والله هاي المنطقة أنا صار لي بيها تقريبا قاعد 23 سنة، لا تغير بيها مجاري، ولا تغير بيها شارع تبليط، ولا تغيرت بيها كهرباء. وهاي المنطقة منكوبة قبل النظام البائد، ولحد الآن لا دخل لها محافظ، ولا دخل لها مسؤول، ولا دخل لها نائب، ولا بالنسبة للنواب، النواب يجونا وقت المصلحة، يعني وقت الانتخابات، يخلص شغلته، ياخذ اللي يريده هاي، والسلام عليكم. أما ظل الناس الفقرة تعاني. عندنا منطقة تجاوز هنا صار 14 سنة ندفع كهرباء وندفع ماي، والحمد لله والشكر ما يعني ما مقصرين بكل شيء، ويوعدونا يومية الطوب ويومية الطب، ولحد الآن كل شيء ماكو. يومية هزي أنا خلا، كل ساعة جايك مسؤول، وكل ساعة جايك فلان من جهة وفلان من جهة، وتعال شيلونا، وإحنا لحد الآن كل شيء ماكو، لا إحنا للسماء ولا إحنا للقاع، وكل ساعة واحد جايك والله نريد نشيلكم، والله كذا ما كذا، والله راح يجي مستثمر، والله كذا. هو أنا منين جايبها؟ أنا من ما أخذها؟ هي هاي حصتي أنا، لا خلفة الله عليك، غصبا عليك أنا اللي حصة بهالبلد هذا، أنا يهودي، أنا عراقي، اللي حصة بهذا البلد نفط، شو مطيني أنت من حقوقي؟ لا راتب عاطلين، لا تعيين، لا تقاعد، عندنا مدرسة صار لها تقريباً 3 أشهر، مدرسة يثرب 3 أشهر غرقانة بالمي لحد الآن، لا مسؤول وصل، لا نشفوها، لا كذا ما كذا، عندنا جهال قاعدة بالقاع، بدون رحلات. وين العدالة؟ وين المسؤولية؟ وين الحكومة؟ يا حكومة جاي نحكي عنها احنا، احنا نضحك على رواحتنا؟ ميزانية صار لها سنة، سنتين لحد أنا أجلون بيها؟ قولي يابا احنا تقاسمناها بيناتنا وسلام عليكم. لا ظلوا توعدون بينا يوميا باكر وعقبه والله يطلع لي وزير الفلان ووزير الفلان، العاطلين ما لهم، والعاطل خاف يقعد من الشغل وخاف يكثر راتبه، والتقاعد ما له هيك وكذا ما كذا. هاي حقوق اني انت مطينيها من جيبك؟ انت ما مطينها من جيبك، لا خلفة الله عليك، اللي حق يمك انطيني اياه، مالك حق اطلع، ما تقدر مو قدها مو راعيها اطلع عنها، انطي المجال لغيرك. شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنب هاي الجهال؟ هاي الجهال شنو ذنبها؟ هاي تريد مستقبل الجهال. اذا انت ما تسوي لها مستقبل، من تسوي لها مستقبل؟ والله بعد 50 سنة 40 سنة انت تاخذ تريده وتطلع الله وياك، عايشين بالدول احسن عيشه، شركات وبيوت وما شاء الله ومطارات وطياره تاخذك وطياره تردك، واولاد الخايبه هنا قاطعهم الجوع. اجى هذا داعش من طلع؟ طلعت انت يا المسؤول؟ من طلع؟ من الحاماك، من الحامه عرضك، من الحامه هاي الناس، غير حامه هاي الناس الفقره، وبالتالي نايمين برجلين احنا. هسه طلعت انتم احسن من عندنا بيمن، بس احنا نقول حسب الله ونعم الوكيل عليكم، كل شيء ماري. واكو حالات فقر هواي، يعني حتى لا راتب لا هي، يعني ما عاد هي تجيك النواب وتوعد وكل شيء ماكو، روحوا تعال روحوا تعال وماكو نتيجه، يعني ناس تعبانه قاعده هيك بالقدره هاي تكرم الزباله والهاي، يعني مضطر شو تسوي؟ ماكو، بس العده واصله عده راتب زين، والفقير الله بذلك ما حد بحاله ولا حد يهتر فيه ولا حد يسأل عنه زين. ما قال وادم كلها تجاوز خطية، قالوا لهم نطوب لكم وهذه وكذب، طلع الحكي كله كذب زين. عالم تطلع للعمل يوم يحصل واسبوع ما يحصل زين، الله بذلك كانت الحج جوع، هاي المعاناة مالتهم. اجاوا بالانتخابات بكم خير وتذللون بلطلكم من عينكم هذه كذا، حتى انعدم الثقه بهم بعد زين. انا هسه واحد من الناس، احد المواطنين، هسه لو يجي ابوي ما انتخبه، مو يطلع من القبر ويقول ابوي انتخبني، والله ما عندي ثقه بي زين، انا نكون صريح زين. انا لحاكيك
اللي هسه امامك اني قسما بالله ورسوله آل محكوم بالاعدام، حكمت المحكمه على المتهم فلان فلان حتى الموت. نظام صدام حسين حكمني بس، ولكن حقوقي ما خذيتها. واكو ناس قسما بالحسين لا محكومه ولا هذه مشت امورها، يحلف بالقران وهاي ومشوا معاملته، واللي صحيح وعده مكتب بس ما مشوا معاملته. زين، فاحنا ما لنا غير الله واهل البيت. شو طالب؟ والله شو طالب؟ والله طالب رب العالمين ينتقم من عدهم، غير هذا ما طالب. اقول حسب الله ونعم الوكيل. زين، انا معاملتي صارها سنتين ثلاثه نايمه بالمؤسسه مال السجناء، ما طلعوها لي. تعال اعطينا نص من المبلغ نطلعها لك، خلال اسبوع نطلعها لك. زين، هاي الامور. فخليناها يم الله. الناس شلون عايشه؟ ها؟ والله عايشه بالضيم. والله العظيم قسما بالله ورسوله اكو عوائل حصر عليها حتى كيلو طماطم. زين؟ عمي انت تقدر تسوق لعائلتك يوميه؟ ها؟ تقدر يوميه تاخذ لهم بالاسبوع تقدر تاخذ لهم دجاجه؟ والله ما تقدر، لا انت ولا اني. زين؟ انا هسه حاجيك هاي عندي يرز سايبه خلف الله على واحد اشتراها الي. يا ما بيشتغل، ما اقدر، والله ما اقدر. يا ترى حصل لي كيلو طماطم ولا ما حصل. وكل الاخرين مثلي هي. انا ما اشكي لك على نفسي، اشكي لك على العالم كله. زين، وش نسوي؟ اكا الله اسمك. والله عم عندنا فقره هواي، مرضى هواي، ارامل هواي، يعني نسبه الفقر عندنا بالاخص المنطقه هاي مال المادر الثالثه، بالاخص المنطقه هذه. لا جانا مسؤول على المجاري، لا جانا مسؤول على التبليط، لا جانا مسؤول. هاي شوف بيوتنا القديمه، شوف كلها قديمه من هذه السبعينات، بيوتنا كلها قديمه، يعني بيوتنا كلها منهاره يعني منتهيه. لا وهي طابو، يعني اساسها طابو، يعني تروح العالم المناطق الجديده تروح تبلطلها، تروح تسوي لها كذا، يعني عندهم اكو معارف وواسطات. احنا بس الله انه لا حد جاينا، لا حد واصلنا. وهي منطقه يعني قديمه وكبيره، انه مو صغيره، منطقه كبيره. يعني مش اقول لك يمكن بيها 3000 بيت ازيد، وكلها عشائر وقديمه من بلاد الاوليه. وهذا تعرف انت بعد لا مجاري لا تبليط لا مثل ماكو خدمات، ماكو يعني هي فدنا وخدمه معدومه عندنا هنا. اي والله معدومه، ماكو يعني خدمات، ماكو. هاي المجال شوفها، هذا مجال عود جانا مسعود هنا من زمان، صار بخمس سنين جانا مسعود سواء هنا وراح وندمن هسه كل انتهى. والله عم بالظلم. هاي بالنسبه لي الله وكيل، لا راتب عندي، رجال كبير قاعد عود قدامك يشتغلون، عندي اثنين هل اللي حصل عندهم، لا راتب لا كل شيء ماكو، بس رحمة الله. زين، وانا عندي هم اناشد المسعودين، عندي مال زوجتي، زوجتي عندي اصابه عندها بالانفجار، وراتبها ضيعوها علينا، حقوقها يعني حقوقها ضيعوها، حقوقها ضيعوها. انا هي راحت بغداد وراحت هنا بالحله وبالمؤسسات وضاعت علينا وما اعطونا كل شيء بها. الله يحسن، مره مريضه ونفسيتها تعبانه، سياره بنص السياره وطقت بها السياره، نص السياره وتعبان ما اعطونا لحد الان الله وكيلك. ايش ماكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنادر الثالثة، منطقة نادر الثالثة بالقرية، احنا بالمطر يعني نشوف كل من مطبوا بجدوره ونغرف بالهذا. هسه لحد الان المي بالغرفة مالتي موجود،
وهذول جيراني لحد الان عندهم ماطور من هذا السحب يطلعون الماي. لحد الان المي المطر موجود، المي المطر. بالنسبه للمطر، بالنسبه للمطر لو اكو مجاري ما تصير هاي الحاله البينة. بالنسبه للفقر، الفقر بالنسبه للرواتب العاطلين يجون يسدون سامي وكله مواعيد، يعني مواعيد، يعني ماكو رواتب بس تسجيل سامي. بالنسبه للمطر، المطر ماكو مجاري، المطر قاعد يطب للبيوت، يعني بالبيوت هذا البيت معروض للبيع قدامك، عارض البيت وهاي المجاري هاي الطق، وهذا البيت اللي بصف لحد الان والله العظيم لو طب لهذا البيت جيراني والله العظيم لحد الان ذاك الماطور يسحبون من هذول الجيران اللي مناه. انا قبل 4 أيام الغرفه مالتي يبست وانا مسوي مقطع مال المي، المي ماكو وصل، المي يطب للغرف، يعني ماكو لا بطانيات لا شو اسمه، يعني لو اكو مجاري المي ما يطب للغرف مو استاذ، لو اكو مجاري موجوده المي ما يطب، لا مجاري لا تبليط كل شيء ماكو، يعني خدمات ماكو ابد لا واحد يوصلها. صح عندنا حكومة لكن لا توصل ولا تسأل على المواطن ولا المنطقة، يعني من كوبا نهائيا أيام الانتخابات يجي يقول لك أنا مستعد لكل شيء. أنا مو قديم، صار لي ما يقال 7 سنوات تحولت لها المنطقة، بديت تحولت لهنا تبليط ومجاري أخذوا من عندي، لا تبليط ولا مجاري. مدرسة من كوبا هذه حاليا هسه مدرسة اكسباير، المي يطلع من تحت القاع، مجاري ذاتية أهلية، مجاري أهلية ما حد يجي على المجاري وما حد يسأل، والمنطقة منتهية والمأثرة على المنطقة الكل مجاري ماكو. هاي نقطة من النقاط. النقطة الثانية العوائل جوتها ناصية، مجاري ماكو، أيام المطر كلها تغرق، ماكو بيت يسلم، ماكو بيت يسلم المي، يجيبون روبن يسحبون المي من البيوت، فالمطلوب من عندهم أما يسوون حل لها، كلها أمراض وهلاك ودمار للمنطقة. لا سواء يجي تجي سيارة يجون المنطقة حبر على ورق، لا فائدة ولا كل شيء ما يكون عندهم. وأتمنى يجي مسؤول يتفقد المنطقة. أمنيتي أنا هسه من انتخابات هاي الدورة الثانية تجلس، وهاي راح تجلس الثالثة، ثالث دورة راح تجيب انتخابات. سيارات موجودة ترون ليكم خير وتدللوا، لكن من تنتخب بعد ما نشوف وجهة نهائي، نهائي ما نشوف وجهة. مدرسة أنا داخل عليها وشايفها بعيني، المي من تحت القاع يطلع، فالسبب ما أعرف، يعني العالم تخلي بور صغير بالستة لأن هذا المي يطلع من مدرسة منين؟ رادوا يدفنوها دفن، إذا دفنوها هذا المي يدخل، يدخل بالصفوف راح يدمر المدرسة، يدمر المدرسة. يعني هاي شوارع باب عينك، هذا شارع، هذا هاي مجاري، هاي شارع هذا مجاري، وبعد تقدم لك لقدام هاي زين هنا ترى احنا انت بخير هنا، لكن الجو بعد اضرب بعد ازيد قدارتها ومرضها وصخر. ليش اكثر الناس ان انا هلكان مرض كله مرض؟ يعني انظف المدينه داخل المدينه للزائر يجي، والاحياء والاطراف اتركها، ليش اتركها؟ مباشر عقبه تحتاجهم من يجونك، تحتاجهم من ينتخبونك، اذا انت المسؤول داير وجهك مباشر عقبه من ينتخبك بعد؟ خلي يفكر بها من ينتخبه. والله العلي العظيم انا واحد اقول ما انتخب اي مسؤول يجي، اي واحد يجي يقول انا واني ما انتخبه. ليش؟ لان بالبدايه سووها دينا مرتين، وهاي الدورة الثالثة جاية وباكر عقبة من يجون خلي يسولون ويقولون ليش.
العده راتب ايش قد راتبه؟ 100,000 50,000 زين ثلاث ارباع هالقريه ايجار. قل لي اكو مجاري؟ هذا الشت اللي يمر على الاسلام. اللي يمر على الاسلام. فيضانات المي الا تجي سيارات تشيله. مأساة. هاي اطفال شوفوا عايشين بجحيم. وهاي الخيسة والامراض وهاي البدعة اللي فتحوها انه صارت امراض للاطفال خاصة من النفاس. زين مآسي ومعاني تعجز من عندها. احنا الناس الكبار انا بالنسبة لي متقاعد. شنو لنا 500؟ انا مؤجر. من 500 انطيهن وانا عندي مرض مزمن. الضغط واللوريا تصعد عندي يعني ما يكفن طبيب للدكتور ما يكفن. تقبل الله ورسوله مآسي عايشين عيشه جحيم جحيم جحيم. الله ارحم الراحم. انا بالنسبه لي متقاعد ما لي رعايه اجتماعيه متقاعد. بس قل لي هو الرعايه الاجتماعيه شطونا 275 انا جاي اخذ 500 وما مكفيتني. ما مكفيتني المن تكفيك للمسواق للشكر ب 1000 وربيع للبطل الزيت ب 3000 كم يعطونه؟ زين بطل زيت واحد يعطونك بالسحبه. Thank you.
يا اخو والله احنا واقعنا مرير، احنا صرنا ودرنا من خلقنا لحد الان تراب الذره علينا، بالمطر ما نقدر نطلع، بالمطر ما نقدر نطلع، ماكو طينه لا مجاري لا كل شيء، ماكو غرقنا ذاك اليوم مطره صغيره غرقنا، ماكو كل شيء، ماكو خدمات، من صرنا ودرنا لا شفنا بلديه لا شفنا جانا واحد لا جانا مسؤول، بس بالانتخابات يجونا نشوفهم ثلاثة ايام اربعه وبعد ما نشوف لنا واحد، وانا معوق عمري 50 سنة قاعد تجاوز، معوق عمره 50 سنة قاعد تجاوز سكر وضغط، يقول لي ما يصير لك معين، هذيك الاوراق عندي اراجع اروح وارجع اروح وارجع، يقول لي ما يصير لك معين، وانا هاي حالتي معوق وساكن تجاوز، وهاي حالتنا، هاي قدامكم حالتنا، ماكو غير شيء، مثلا يجيك مسؤول يجيك واحد، ماكو ماكو لحد الان، انا من امه جابتنا لحد الان هاي ترابه ترابه، كنا قاعدين اجار تحولنا هسه تجاوز، قاعدين تجاوز، وكل راس سنه اجيناك ادري غير هي الحكومه كفلتنا السكن كفلتنا المعيشه، ماكو وين الدستور، بس لهم الدستور بس الحكومه، كل شيء ما شايفين من عنده، يا اخي اكو معوق يعطونا 125، اكو معوق بنص حكومه مسلمه يا بشر اسلام، تروح تراجع يعطوك 125,000، المن هو سيت السكر ب 15,000، الله وكيلك سيت السكر 15,000، والله العظيم ذاك اليوم سخني صارت عندي جلطه، والله 500,000 هاي مستشفى الدوله مال الدوله، هاي سرنجه ما يطوق كله من برا، ماكو يا اخي، والله العظيم تعذبنا، احنا خلصنا من ذاك الحكم البائد، كيفنا جانا هذا الحكم، شنو اللي استفادينا؟ فقط هاي منطقتنا من كان حي الفقور سوونا حي النور، بس الاسم غيروه، والله العظيم بس الاسم حصلناه، من حي الفقر كنا حي التنك يصيحونا، هسه حي النور، وين النور اللي شفناه؟ الطين نور شفناه، بلطونا اجوا وشافوا المعوقين، لا دوله لا ما حد، ماكو عم، الله اكبر، الفقير ماكو بهالدوله، ضايع الفقير، ما حد يدافع له، هاي مبتلين بشارع 60 كل 3 سنين يبلطونه، ذيك المناطق شارع 40 كل 3 سنين ما حد يبلطنا، هذا خاف يجي المسؤول يشوفه ينغف المسؤول، هاي قدامك هسه هاي ترابتنا، من الله خلقنا هاي ترابتنا، شاهد الله، وهاي احنا التجاوز وهاي معاناة التجاوز، هسه يا ريت عارفينك بالتجاوز، اجيناك شلون واحد يطلبونه طلب قتل، يوميا مهددين التجاوز، يوميا احنا بينا 5000 بيت 4000 بيت كله معوق، المعوق والمريض والمجلوط ولا هو العده يروح تجاوز، يا اخي انا حقي بالدستور، كفل لي الدستور، اريد الدستور، اني الدستور لي حق، انا لو ما لي حق كفل لي معيشه وكفل لي سكن، هسه ما اريد المعيشه اريد سكن، هسه هاي السله الغذائيه والله العظيم ما حصلنا، شنو سله غذائيه يعطونا حليبات والبيض راح فسد وما اخذنا، جابونا فاسده بطبقه بالبيض ورا رمضان ب 15 يوم جابونا طبقه البيض فاسده، يا اخي ماكو شيء بالحكومه، ما فصل بالحكومه، ما فاسد ماكو، كله فاسده يا اخي، فاسده، الفقير ضايع، الفقير ما حد يدافع عنه، ان المن مشتكى المن، يوميا نقول باكر الاقدم افضل ماكو، احنا بس كل 4 سنين 3 ايام نشوف الحكومه، كل 3-4 سنين 3 ايام يجون حكومه، شنو هم يكذبون علينا، ما يسوونا، يعطونا وعود ما حسنا، وقدامك هذا اكبر دليل، هذا من انا عمري 50 سنة امه جابتني بنادر لحد الان، كل شيء ما حصلنا من نادر غير من حي التنك حي الفقر الى حي النور، هاي بالبطاقه السكن نروح الراجع سمونا حي النور. بالنسبه للرعايه الاجتماعيه اللي حدد الوزير على اساس اللجان ما وصلت، اجت قعدت مكان وسجلت ناس بس ما افترت دخلت البيوت للعمق مال البيت، كل بيت عنده 2-3 متزوجين وعندهم زوجات وقاعدين يشتغلون، يوم يشتغلون ما قاعدين، اجوا دقوا البوب ما دقوهم، بالنسبه للتشجيع المنطقه اكثر من 80 او 90% درجه الفقر بيها، لان كل بيت يجوز عندهم واحد موظف وقاعدين به حوالي 12-13 نسمه، وعندهم معوقين وعندهم امراض، وزين هذا متزوج وعنده عائله يحير بعائلته لو يحير فبيها معاناه بالنسبه للرعايه الاجتماعيه، ما كانوا يعني منصفين ان يدقون البوب ويعرفون كل بيت ايش قد عنده عائله ومن المتزوج ومن ما متزوج ومن عنده عمل ومن ما عنده عمل، هاي بالنسبه للرعايه، بالنسبه للخدمات صفر، ما جت بلديه افترت وما جت هذا بزيد، شنو بزيد؟ احنا وين؟
توجيهات رئيس الوزراء ان تطلع لجان ان تطلع شيء شو وينهم؟ هذا بزل كله مياه ثقيله، امراض، هذا امراض، امراض مو بس يعم على هاي قدام البيوت، هذا يعم اذا تريد تحسبها على هاي المنطقه كلها والمنطقه المجاوره، هذا يطلع غاز، يعرفون شنو الغاز اللي يطلع؟ تدري هاي الناس عندها امراض جلديه، صار بيها امراض جلديه كلش خطيره. زين، ثاني شيء انت شوف هاي المنطقه، هي هاي منطقه مال قمامه، مو منطقه مال قمامه، هاي بيوت وهنا معامل ويمها، كل من عنده نفايات دا يجي يشمرها هنا، ماكو محاسبه، ماكو واحد دا يجي محاسبه، لا المركز دا يسرد هنا سياره تجي تفتش او هاي، ماكو اي شيء. هاي قدامكم المنطقه وانتم صورتوها وجيتوا هسه فجاه، واحنا جينا مستطرقين بس هاي معاناتها وبعد بيها معاناه، ما بيها مكان، مكان وسيله ترفيه للشباب، ماكو خدمات لهم، ماكو رواتب اجتماعيه، بطاله موجوده، لو تيجي تصور ببطاله بالمنطقه تلقى كل مكان اربع خمس شباب قاعدين، ليش؟ ما وضع الناس تعبان. تعبان منا، اقول لك ناحيه التعبان. احنا نتنخر رئيس الوزراء، نقول ذولا من عندنا وبينه اجوا يخدمون الناس، يحسون بمعاناه الناس، ناس تعبانه، ناس امورها حيل منتهيه. يعني ناس تجاوز، ارض ما عندها، رواتب ما عندها، الرعايه الاجتماعيه نقول يابا نطلعهم نجي اثنين ثلاثه يعطونهم اموالاتهم، العرف يمشونه، الفقير يقعدونه، لا قل له صبحك الله بالخير ما حد يقول له شلونك. فناس تعبانه. محافظه بابل بالنسبه احكي لك عام، محافظه بابل على محافظه منكوبه، محافظه منتهيه، محافظة بس الله، بس الله تعاني من كل الأمور. محافظة بابل من كل الخدمات، محافظة بابل تعاني. يوعدونك وسوي وراحة الناس، تسوي معاملات وجدكم البلدية وجدكم فلان وكل شي ماكو، هباء منثورة، ورقة على حبر. هيج الناس، الناس تعبانة، عانت ما عانت، انتخبتكم، رادتكم، رادتكم عون فرعون، غير تطلعون تشوفون معانات الناس شنو، احتياجات الناس شنو. الناس هو حقه ما يدري، ياخذ له مليار تريليون فلوس من وما يدري بالفقير ايش كلى، الشراب ايش نشد، وثاني يوم الجماعه يصبحون بالعمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك على اليمن، غير يحسون بهاي الناس معاناتها شنو احتياجاتهم. الله يرضى عليهم، كافة ملت الناس، عانت ما عانت، شعب العراق من الشمال للجنوب عانى ما عانى. جونا كل من ترس جنتك وطيارتك واطلع، والفقير إلى الله، أولادهم كله بالسفارات، أحدى السفارات، أحدى الجامعات، والأمور كل منين أسولف لك؟ منين؟ من التعليم صفر، منين؟ من المعاناة صفر، كل شيء ماكو، بس الله إله. لا استوني قدمت وطلع اسمي وهذا يعني على الباج بقى على الكارت مال الرعاية، وهاي حالتنا تعبانة يعني حيل، وانتم تشوفون البيت يعني خرابة، يعني هاي آخر مطرة غرق، العالم قام يعني ساعدتنا بالمي تنشف ويانا، يعني حيل حيل ظروف تعبانة. الإيجار مية وما عندي يعني اكو شغل اطلع اشتغل، ماكو شغل ابقى قاعده. شنو شغلك انت؟ معمل مال جامد يعني، وهذا يعني يوم اكو يوم ماكو، وياها وياها حياتي هو عالشغل يعني. يعني قلت لك اطلع اشتغل يعني اجيب مسواق ناكل، ماكو يعني نبقى يعني كلش تعبانه حالتنا، يعني ما عندنا فد شيء يعني، لا ابني يشتغل اكو شغل يعني يعينه. والله عايشين عيشتنا مو زينه. اول شيء مطلوبه هاي البيت، هو مطلوب والله العظيم، ما حد يساعدها يعني، حتى غذائيه توني بديت ومهم لسه ما طلعت، كل شيء ما عندها، حتى الاستمارات اللي قدمناها لسه ما طلعت، كم شهر العالم تترحم عليها، الحوزات تطيها، ما عندها كل شيء. هاي شغلتنا، وتساعدونها والله يطول اعماركم. ما شدوا لكم رواتب رعايه اجتماعيه؟ لا والله ما عندها، والله خصها هي بالذات ما عندها. انا ابونا عنده راتب، ليش اكذب؟ تسع نفرات احنا، بس هي من يطيها؟ ما حد يطيها والله، كل يوم كل من بحال روحه.
هاي معاناة الناس، هاي احتياجات الناس. ها يلا شلونك بيضحكي؟ البلد النفطي، البلد البترول، حش الحضور مثل الجمال، يحمل ذهب ياكل عقل كل شي ما. هذا الطفل العراقي تعبان الوادي، حاله من حالنا. ايه تجيب وتكسر وتحمل. تعبانه فردون، غراض هيج هاي بوغلينه. انا عندي 13 نفر وحق الحسين، وسويت 5 معاملات وما طلعت، وحتى على الانترنت سويته وما طلعت، يعني اسمي ما طلع انا. وانا عندي 13 نفر، والله بدالك 2 مرضى عندي برقبته الحسين ابو عبد الله، كل راتب ما اتقاضى من هاي الدوله. زين تجي على نجي على المي، مي الاساله زفت، رحت اشتكيت بالصحه واشتكيت بالماي باب الحسين يا مدير المي، واشتكيت يا استاذ جاسم باب المشهد. عندنا يعني هسه المي جاي يجينا مي تكرم خايس وجيفه استاذ، يعني المي يعني الماي اللي ساله مخبوط من المي شو اسمه المي المجاري. رحنا لهم قال لي ندل الكسر وانا اسوي لك اياه، غير هاي ما عندي حل. واخذت من عنده بطل اخذته للصحه، قال عم هذا لا حيوان يشربه، مو بشر، حيوان ما يشربه هذا المي. وعانيت الله بدالك، وهاي الناس كلها هسه هاي الجهال عندنا ما مكفي لك الحسين، كله اسهال ومي ما نقدر لا نسبح به لا نغسل به. يعني انا اقول لك يعني بثلاثه بالاربعه بالليل من يقوى المي يجي عندنا شويه يصير نظيف، ويعني شغلتنا تعبانه فرد مره. هاي المنطقه من 87 انبنت لحد هالساعه، لا بها تبليط لا بها مجاري، الله بدالك امراض سرطانيه ضربانة بالعنقودي مال الاحتلال الامريكي، ناس كلها سقاط، وهاي الامراض قامت تتكاتم علينا. يعني هسه امراض عندنا الامراض هاي القصه تديها، وهذا المرض الخبيث وهذا اللي وقع الشعر مالته، وجونا على اساس اخذوا تربه واخذوا من البيئه ما ادري منين، وكل شيء ماكو. بيكم خير وتدللوا ما ادري شلون بهالسوالف هاي، كل شيء ماكو. يعني منطقه معدومه الى ابعد الحد والله العظيم، لا بيها مسؤول لا بيها ناس فقره. بس انا اقول لك وقت الانتخابات الله يكرم يوميا جاينا واحد بيكم خير وتدللوا وانا اسندكم، انا ابو الفقراء وكذا انتخبنا وكل شيء ما حصلنا الله بدالك. الناس هنا شلون عايشه؟ عايشه بالضيم عمي شعال. يعني المنطقه شوف دائما المنطقه اذا ما بيها مجاري وما بيها خدمات، ما هاي البلد هسه تشوفك هاي النفايات، هاي البلديه الفيران هاي الجرديه الله بدالك اشكال تجينا اكلتنا اكل، لا بلديه لا مجاري لا ما شلون عايشه؟ يعني عايشه بالضيم. ازيد العالم حافره برايم هسه، احنا بياوك بال 2023 ما شاء الله حافرين برايم، الله بدالك من البرايم تشرب العالم. يعني استاذ والله معاناه، يعني بس انا لله وانا لا يراجعون. بس شوف هسه هذا الدواء طوني رحت للمستشفى، هاك كتب لي كليشه كامله ايش كبرها، منين اجيبها؟ مستشفى كامله ما بيها علاج، تحاشي يقول لك والله ما عاد، منين اجيب لك؟ منين اجيب لي؟ ليش ماكو تجيب لي؟ هاي المليارات اللي قاعد تنصرف المن؟ المن تنصرف؟ جاد الله شغله ولا عمل؟ المن تروح تحير، تروح المن تروح للنواب هسه هاي اجى جده تعالوا تعالوا، تروح لي بخير ودلو بخير ودلو كل شيء ماكو، وجاعدين حرام صفطي، الا نروح نبوق. ماك غير نبوق المديدين وهم انت على حاسبونك، وين تروح تحير ظل ظالمين ظليمه وين نروح؟ بس بقى هاي الحال. شوف هاي نادر الثالثه شوفها افطني لها وشوفها، كل شيء ماكو الله وكلك، لا شغل ولا عمل وجاعدين مصفطين ماكو. هاي نادر شنو نسولف لك على نادر؟ هاي ظلم وبظلم كل شيء ماكو، لا كراتب عاطلين ولا هاي. تروح للنواب ياسر اسكندر يقول لك اي والله بخير ودل اعطيني اسمك وراح، اجاك رعد الحمزي هم اعطيني اسمك وراح، كل شيء ماكو. يجيك يا النواب تجيك تسجل اساميك وتروح، كل شيء ما تحصل من عندهم. هاي نادر شو ارسلوك بعد اكثر منها؟ هاي نادر ظلم بظلم. زين ما سويكم رواتب ورعايه اجتماعيه؟ ماكو شيء ماكو، يقول لك اي تعال اجيك جيب معاملتك واعطيني اسمك ويغلس عنك، هاي تخابره يقول لك انتظر على الموازنه وعلى الموازنه. يا بهان انقل على الموازنه، انتظر على الموازنه. شو ظل انتظر على الموازنه اني؟ زين من بدي اصرف على عيالي؟ منين اعطيها؟ اقول لهم انتظر الموازنه. والله الوضع حاليا طحين، كفيلك الحسين يجيك محافظ يجيك الطعم،
تعال اعطيني 20 ورقه. والله انت منين تجيب لي 20 ورقه وتشتغل طاسه عماله؟ منين تجيب؟ والله العالم مكفي لك الحسين ما عاد تلقاه لا نقيب لا شرطي لا هاي. تعال اعطيني فلوس خلنا عينك. منين اجيب له فلوس؟ منين؟ واكثر من مره هاي لقيناها، لقينا ابن عم نقيب وابن عم قال وابن عم هذا، اعطيني فلوس عينك. ما والله هذا منين اجيب له؟ كل شيء ماكو. الله شاهد لا تعين لا طام. هسه فتحوا لكم تعين عمو وين ما كان، حتى لا بالبلديه. هاي الشباب هالقاعده شباب قاعده لا خدمات، هسه هاي المنطقه لا خدمات لا مجاري، كل شيء ماكو تحت صفر، حتى راتب رعايه ماكو. الله شاهد شهاده، لا راتب رعايه لا خدمات، هاي المجاري كل ساعه وطقت. كفيلك الله. الشباب شلون عايشين؟ والله على الله. شو يسوى؟ على الله، لا خدمات كل شيء ماكو، يوم تشتغل يوم قاعد. والله وين ما كان نشتغل، تفتح مصانع تفتح كل شيء، كان كل شيء ماكو هسه، كل شيء ماكو. عم حتى لا بالبلديه نشتغل لا نستحي ولا هاي، حتى لا بالبلديه هسه كل شيء ماكو، ولا بلديه لا تعين لا طام. واي حتى هت شوف انت هاي المجاري طاقه، هاي لا تبليط لا هاي، لا محافظ بابل كل شيء ماكو، كل شيء ما سوى. رحم الله والديكم. هاي المنطقه بيها حالات فقر؟ بيها حالات فقر، بيها حالات. اكو عالم عمي تتعشى ما تتغدى، كفيلك الحسين وجارات وعالم ما عندها طحين. طحين يا عراق، الله شاهد. هاي النوبات واحد هنا اللمله، الله شاهد اللمله ما عشى ما يتعشى. اللمله منها من الافرع اللمله الف الف، نسوي له عشاء خطيه هو وجهاله، لا عشاء لا كل شيء ماكو. هسه خلي يجي محافظ يجي ابو رعايه لهنا كل شيء ماكو، يجي حاط اوراقه وبصم وبصم كل شيء ماكو، يشيلون منها يذبون منها بالحاويه. والله انا عندي بس حكايه واحده بدي احكيها، انا اريد اي مسؤول شريف، اي مسؤول شريف وحليبه طاهر بس واحده يجي لهاي المنطقه ويشوف حالتها، بس هاي اريدها. اذا هو عايش مثل هاي العيشه لا والله هي اكتب على الدنيا السلام بعد، يعني ما عدنا بعد المن المن تجي والمن يقول بس عدنا بس الله. الله يتنوع عنا، لان لا رئيس وزراء يتنوع عنا، لا حكومه يتنوع عنا، العد من يتنوع عنا؟ احنا امنا بيهم، امنا بالدوله، والدوله هاي حالتنا. وشوفها يجي اي مسؤول شريف يجي يشوف هاي المنطقه ويشوف هاي، شوف هاي الطفال، شوفها والله الطفال، هاي اطفال مسؤولين والله، ثلاث ارباعها عمه مرض والله العظيم مرض، المرض السرطاني المنتشر اللي الحساسيه من هاي الوساخة وهاي القذارات. يا عمي المن نشكي نشكي الله. والله انا ليش كذب عليك؟ انا هاي شتوته جيراننا اعطاني اياها، انا رجال معوض وعندي اثنين جهال وقاعد ايجار وهاي صار اليوم 12 سنه اقدم، عندي نسبه عوق 80 85%، ما كل سنه اقدم ما جاي يطلع راتب، وقاعد ايجار وحالتي تعبانه حيل، وعندي اطفال اثنين كفيلك الله والحسين. هاي صار اليوم 12 سنه اقدم، شوف هاي ليه ما خليت مكان ما قدمت بيه، حتى البغداد رحت ماكو مكان ما قدمت. وانا هاي شوف هاي صاير بيها يوميا يحسب لي 10,000، زين انا عندي اطفال اثنين 10,000 شو اسوي؟ يسوي للبيت، يسوي للإيجار، يسوي للمسواق، يسوي للمريض. طبعا هاي المنطقة، المنطقة المنكوبة بمحافظة بابل إلى مو بالعراق، إلى مو بالعراق، جزء أكو منطقة أتعب من عندنا ما أدري بيهاني، بس المنطقة المنكوبة بمحافظة بابل هي هاي المنطقة، منطقة حي النور، ويا ريت ما سمونا حي النور، لو مبقينا على حي التنك هواي أحسن لنا، لأن ما وفوا بكلامهم الحي النور. صار لنا 20 سنة نعاني، لا مجاري لا تبليط لا خدمات، وأتحدى أي محافظ من المحافظين اللي استلموا من السقوط لليوم محافظ المحافظين يقول أنا سويت مشروع على هاي المنطقة، وهي مركز مدينة، هي مركز المدينة، أنا لا أقضية ولا نواحي، أنا مركز مدينة غصبا عليك تشتغل لي. بس ليش ما يشتغلونا؟ سألني ليش استاذنا العزيز ما يشتغلونا؟ لان ما يشتغلونا ما عندنا ممثل بالمحافظه، ما عندنا واحد بمجلس محافظه، ما عندنا واحد احنا يدافع لهاي المنطقه المنكوبه، ياهل يجي احنا نركض له ونتعب له ونهوس له ويعيبنا ويدير وجهه ويروح. احنا نطالب الجهات الخدميه محافظ بابل، ما نقدر نحكي عليك هسه لان انت مستلم جديد.
احنا نطالبك من هذا اليوم، من هذا المنبر، هاي القناة الحرة، هاي القناة الشريفة اللي اجت اليوم بهذا الحر وهذا الظلم، اجت في سبيل توصل معاناة المواطن. احنا نقول لهم ان هاي الرسالة نريدها توصل المحافظ باب الحصرا، لان هو مستلم جديد. هاي المنطقة منطقة منكوبة، لا مجاري لا تبليط لا خدمات، وقدامك هاي المجاري مالتنا. شوف هاي المجاري مالتنا، شوف وضعيتنا، شوف حالنا. احنا نريد حالنا حال اي منطقة بمحافظة بابل. شنو فرق الجمعية؟ شنو فرق شارع 40؟ شنو فرق اي مكان بمحافظة بابل؟ انا مركز مدينة، من حقي اني يعني. انا من حقي، ليش خدمات منتهية عندي؟ ليش خدمات؟ العالم حال الظلم حالها بهاي المنطقة. حتى من انشملت بالرعاية الاجتماعية اكثر العالم بعدهم ما مشمولين. الامراض السرطانية انتشرت بهاي المنطقة. الطفح الجلدي الله وكيلك انتشر بهاي المدرسة ما يقال يعني اكثر من 30 واحد 40 واحد صار بهم هذا الطفح الجلدي. منين؟ كله سبب مخلفات هذه الحكومات المتراكمة ما باوعت لهاي المناطق، هاي المناطق المنكوبة. عمي احنا طابو يا محافظ بابل، احنا مو تجاوز، احنا هاي منطقة طابو، من حقنا المشاريع، من حقنا تجينا، احنا ما نستعطي من عندكم. يعني هي هاي زبالتنا، هي هاي وضعيتنا، مجارينا 24 ساعة حاطين سونداتنا او نحفر بالمجاري؟ هي هاي مركز مدينة؟ احنا اليوم الناشد محافظ بابل اللي المستلم جديد ونقول لك هاي الحالة؟ لا والله. مرت الثانية هم نقوم نحكي عليك، هم نحكي عليك مثل ما حكينا على قبلك، نحكي عليك وكل شيء نسوي. اكو عوائل مرضى واكو عوائل الله وكيلك. هسه عندي عندي شخص راقد بمستشفى التركي، والرجل هو سوداني مو عراقي، همين متزوج عراقية، حال الضم حاله، ثق بالله، قاعد من المنطقة ألم له يوميا، أجيب العلاج مالته الصبح ب23 وبالليل ب23، ب8 الصبح 23 ألف أجيب له من أهل الخير، وبالليل لازم ب8 بالليل هم أجيب له ب23 ألف دينار. وذيك مستشفى التركي موجودة وموجود هسه، هو راقد بالمستشفى صار له 5 أيام بالمستشفى مال التركي. وعندنا عوائل هنا تحت الصفر، تحت الصفر. يعني شنو والله؟ لا مرته تستلم راتبك ويقطعون العاطلين عنه؟ هي مرته تستلم راتب تستلم لها 200 ألف دينار، وهو رجال كبير بالعمر، شنو بعد؟ يعني مرتك تستلم لها 200 كود التامي يحرمونك من الراتب؟ صار عاجل عاجل اللي طار. ها حالي يا عيال، شعوري